نتكلم دلوقتي عن الممبرينيوس تونسلايتس. وممبرينيوس تونسلايتس هي مجموعة من الانفكشن بتعمل لي ممبرين أو سودو ممبرين فوق التونسلز، عشان كده سميتها ممبرينيوس تونسلايتس. أول حاجة هي الدفتيريا، والدفتيريا عبارة عن سبيسيفيك انفكشن بتعمل لي سودو ممبرين، غالبا بيكون في الأبر ريسبيراتوري سيستم اللي هو بيمتد من النوز لحد اللاركس. طيب الكوزاتيف اورجانيزم او البكتيريا المسببه اسمها كوريني بكتيريوم ديفتيريا. الكوراين بكتيريوم ديفتيريا دي بتكون جرام بوزيتيف باسيلاي، والباثوجينيسيتي بتاعتها بتكون عاليه جدا، لان هي متتميز ان هي بتطلع لي بوتنت اكزوتوكسين. طيب المود اوف ترانزميشن ان هي طبعا زي الدروبلت انفكشن، وهنقول دلوقتي هنشرح المود اوف ترانزميشن بتاعها. الانسيدنس بيقول لك ان هي اكتر في الاطفال اللي هم خصوصا اقل من 5 سنين، والسكس هي ايكوال ان بوث سكسز. بعدين الدفتيريا هي انديميك في الهند، وكمان هي زي اي دروبلت انفكشن فبتبقى اكتر في خلال فصل الشتاء وخلال فصل الخريف. طيب الباثوجينيسيس، هنفترض ان في شخص خالط لحاله عندها ديفتيريا، فالديفتيريا طبعا الشخص اللي عنده ديفتيريا نقل الاورجانيزم للشخص المقابل ليه السليم عن طريق الكافينج او عن طريق السنيزنج او خلال التوكينج. طيب اول ما بتيجي الكوزاتيف اورجانيزم اللي هي الكوراين بكتيريوم تروح للشخص السليم بتعمل ايه؟ بتعمل لي الاتي. طبعا الافضل في الباثوجينيسيس ان انت تفهمها وتكتبها بالاسلوب بتاعك بدل ما تقعد تحفظ وكده. دلوقتي غالبا البكتيريا بتكون موجوده او اكتر مكان بتبقى موجود فيه هي الابر ريسبيراتوري سيستم، تمام؟ فبتبقى موجوده في الابر ريسبيراتوري سيستم، ففرضا ان البكتيريا هتكون موجوده في المكان ده. البكتيريا هتفضل موجوده في المكان ده من 2 لـ4 أسابيع، تمام؟ تفضل مكانها، يعني البكتيريا ما بتروحش الدم، ودي خطورة الدفتيريا. الدفتيريا ما بتروحش الدم، هي بتطلع لي توكسين بتروح للدم، تمام؟ عشان كده لما باجي اعالجها بعالج انتي توكسين الاول قبل الانتيبيوتيك، لان الخطورة اللي ماشي في الدم التوكسين وليس البكتيريا. طيب بتقعد في مكانها ده من 2 لـ4، طبعا هي ليها انكيوبيشن بيريود، والانكيوبيشن بيريود بتاعتها من 2 لـ5، طبعا 2 لـ4 أسابيع، هي بتقعد في المكان ده في السايت اوف انفكشن 2 لـ4 أسابيع، انما لها انكيوبيشن بيريود من 2 لـ5 أيام. خلال الانكيوبيشن بيريود دي بتفضل البكتيريا تعمل مالتي بلاي، تفضل تعمل تتكاثر، تفضل تتكاثر، وبعد كده تبدا البكتيريا دي تعمل نيكروزس. هنفترض ان ده التيشو اللي تحتها، تمام، وفي بلاد فيسلز وكده. بتفضل البكتيريا بقى تعمل نيكروزس في التيشو اللي تحتها، تعمل نيكروزس في التيشو اللي تحتها، وتعمل فازو دايلاتيشن للفيسلز، وتطلع من الفيسلز دي تعمل ليك للبلازما اللي جوه الفيسل. طبعا بتطلع فايبرينوجين، والفايبرينوجين ده بتروح تحوله الى فايبرين، وتمسك الفايبرين ده وتروح تعمل منه شبكه. الشبكه دي اللي هي السودو ممبرين. الشبكه دي اللي هي ايه؟ السودو ممبرين. السودو ممبرين دي بتبقى اتاتشد للاستراكشر اللي تحتها، كمان بتعمل اكستند كذا استراكشر جنبها، تمام؟ يعني هي مش بس ليميتد الاستراكشر اللي تحتها، لا، ده هي بتعمل اكستند الاستراكشر اللي حواليها. يعني ممكن تروح، ممكن تكون على التونسل، ممكن تروح للاركس والفاركس، وتروح كمان للنوز، تمام؟ طيب السودو ممبرين دي انا لو شلتها بتعمل لي بليدنج، هي بتبقى اتاتشد للاستراكشر اللي تحتها، فلو شلتها ممكن تعمل لي بليدنج. طيب ده اللوكال افكت اسمه سودو ممبرين. طيب السيستميك افكت بقى بتطلع لي اكزوتوكسين، بتروح تطلع لي اكزوتوكسين في الدم. الاكزوتوكسين دي بعد كده بتمشي في الدم وتروح للاورجانز المختلفه، ممكن تروح التوكسينز دي للهارت، ممكن تروح للكيدني، للليفر، للسبلين، وممكن تروح للمسلز، واخطر حاجه انها تروح للبريفرال نيرفس، لانها لو راحت للبريفرال نيرفس بتبدا تعمل لي نيرف باراليسيس او irreversible باراليسيس اوف ذا نيرفز، وممكن تعمل لي كمان كاردياك ماسل باراليسيس. هدخل دلوقتي على الكلينيكال بيكتشر، والكلينيكال بيكتشر بتاعتها بسيطه. اولا الكلينيكال بيكتشر احنا قلنا لها انكيوبيشن بيريود من 2 لـ5 أيام، وقلنا ان هي اشهر الاماكن اللي بتكون فيها بتكون في الابر ريسبيراتوري سيستم. ممكن اشهر مكان بتبقى فيه هي التونسلز، اكتر مكان بتبقى فيه الدفتيريا هي التونسل، تمام؟ وممكن تكون موجوده في اللاركس والنوز، وممكن كمان في الكونجنكتيفا، تمام؟ ممكن في الفاجينا، ممكن في الووند، بس دي اماكن بتبقى ليس كومن. طيب السيمتومز والساين التحشيشه بتاعتنا
فاهم، وتلاتة according للسايت، وتلاتة R، وتلاتة B. تعال نمسك واحدة واحدة. فاهم، فاهم بيقولك ان اول حاجة طبعا الفيفر لازم تعمل كومنت عنها ان هي low grade fever، low grade fever من 37.5 درجة سيليزية الى 38 درجة سيليزية. مع فاهم بيكون موجود عندك toxic phase، بيكون موجود عندك ايه generalized weakness. يبقى اول حاجة فاهم، تالي حاجة في تلات حاجات according للسايت. والله هي ممكن تروح للتونسل، تمام. لو راحت للتونسل عندك بتعمل التهاب في الزور، تمام، وقلنا زور يقابلها صور، ده التحشيش اللي احنا حافظينها من التونسيلايتس، زور يقابلها صور. طيب يبقى صور ثروت، يبقى التهاب في الزور، التهاب يعني صور، والزور نفسه معناها ثروت، وقلنا ان وقلنا احنا التحشيش زور يبقى صور، زور يبقى صور. طيب يبقى صور ثروت، وبعد كده طبعا هيبقى في صعوبه في البلع، هيبقى في ديسفيجيا وفي سيرفايكال لينف نود انلارجمنت. ده بالنسبه ايه لو راحت للتونسل. طب لو راحت لللاركس، وخد بالك في التونسل احنا بدانا بحرف الاس، بعدين حرف الدي، بعدين حرف السي، وهقول لك ليه بعدين. اللارينجيال ديفتيريا بتعمل لي ريسبيراتوري ديستريس، او بسميها ريسبيراتوري استرايدر، والبيشنت بتاع الديفتيريا مشهور بان هو بيحصل له حاجة اسمها استرايدور، اللي هو نباح الكلب، يعني كده بيبقى صوته شبه نباح الكلب. كمان ممكن يعمل لي ديزنيا، ممكن يعمل لي كف، ممكن يعمل لي هورسنس اوف ذا فويس، وزي ما قلت لك احفظهم اس دي سي، فهنا برضو اس استرايدور، دي ديزنيا، وبعدين السي كف، وبعدين لو راح للنوز بقى، لو راح للنوز بيعمل لي سيرو سانجونس ديستشارج، ده بيكون عبارة عن ديستشارج بيكون دموي شوية، تمام، ده من النوز، وده برضو بتبدأ بحرف الاس، يبقى كده ايه اس اس اس. يبقى انا قلت فاهم وتلاتة اكوردنج للسايت، تلاتة ار وتلاتة بي. التلاتة ار اللي عندي الريجيرج، اللي هو نيزل ريجيرج اوف ذا فلويد، ممكن يحصل ريسبيراتوري ديستريس ومعاها سيانوزيس، ممكن يحصل ريتراكشن في الانتراكوستال سبيس، ويبقى معاها ويزنج، بيبقى معاها ايه اللي هو صوت الصفير. طيب 3 بي بقى بيقول لك البيج هول مارك للساين از، العلامة المميزة هي، وانا جايب لك الشكل بتاعها، هي الليثري ميمبرين. الليثري ميمبرين، الليثري ميمبرين دي بتبقى جراي وبتبقى ثيك، تمام، دي الليثري ميمبرين اهو، دي كده الليثري ميمبرين. وبيقول لك بقى ان الليثري ميمبرين دي مش بتكون ليميتد بس للتونسيلر اريا، ده ممكن تمتد كمان او تعمل اكستند للبلت، للفاركس، لللاركس، للتونسيل واوفيلا والكلام ده كله. هي adherent underlying structure، ولما بنعمل لها remove بتعمل لي bleeding، وكمان ممكن وكمان هي سريعة التكوين، يعني عملت لها remove النهاردة ممكن على طول تاني يوم او بعد ساعات قليلة كمان تعمل ايه reformation. طيب البي التانية اللي هي bull's neck appearance. bull's neck appearance اللي هو ايه شكل رقبة الثور، اسمها رقبة الثور. رقبة الثور بيقولك ان هو هذا ده الشكل، بيقول لك ان هو بيحصل عندك ايه اكستنسيف انلارجمنت في السيرفايكال لينف نود والسبمانديبولار لينف نود، فده بولز مارك. بعدين هدخل على البلس. البلس عندك بيقول لك ان هو بيبقى ويك ورابت، وكمان اوت بروبورشن مع التريتمنت، تمام، يعني مش مع التمبريتشر، اسف، يعني مش متناسب مع درجه الحراره.